ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا عايزه اقول لكم انه احنا يعني حلقتنا النهارده والحلقات اللي فاتت كلها كانت سكر في سكر في سكر، حلقات المولد. كل سنه طيبين طبعا، بس اكيد حلقات زي دي واحنا في الوقت ده والموسم ده بناكل سكريات كتير، فدايما لازم نسال نفسنا هو ايه اخبار السكر معانا، ايه اخبار السكر في حياتنا، بيعمل لنا ايه، يا ترى ايه المشاكل اللي فيه وايه اللي بيسببه لنا من اضرار، عشان احنا بقينا عارفين ان السكر من الحاجات المضره جدا للجسم. كل المعلومات أكتر عن السكر وإزاي نتحكم فيه في حياتنا وإزاي نقدر نقلله أو نستغني عنه أو إيه أخباره وإيه بدائله هنعرفه أكتر مع طبعا ضيفتنا الغالية علينا جدا دكتور نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، الحاصلة على ماجستير زي ما أنتم عارفين من الجامعة الأمريكية، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة. وصحتك ورشاقتك أمان لأسرتك، حفظتها يا دكتور نهال. منورانا. بنورك. فعلا والله منورانا، والنهارده إن شاء الله معلومات غنية جدا لكل المشاهدين. السكر بقى أنتِ عملنا حلاوة المولد وشايفاكي ما شاء الله وعروسة والناس طبعا عمالة تسأل آكل حلاوة المولد ولا لأ. أيوة. والسكريات طبعا بقول كل سنة وإحنا طيبين والأمة الإسلامية والعربية بخير يا رب. إحنا دايما عندنا المناسبات كلها مرتبطة بالأكل الحمد لله. والحلويات. يعني في الحلويات حلاوة المولد بنعمل حلاوة، في رمضان كنافة وقطايف. لازم. في العيد بنذبح يعني الحمد لله كل. حتى عندنا العيد العيد في العيد في عندنا بقى الكحك والكحك والبتيفور يعني في عيد الفطر، فالحمد لله إحنا شعب بنحب الأكل جدا كلنا على فكرة يعني. فاحنا محتاجين بقى نسيطر على الاكل شويه ومحتاجين نعرف السكر اصعب ولا الدهون. مين اصعب؟ لا فعلا. السكر طبعا الدهون مظلومه جدا بجانب السكر. أوكي. السكر خطر جدا، الدهون بتتخن بس السكر ليه مشاكل كتير وتبطيله يعني ممكن نبطل دهون بسهوله، ممكن نعمل دايت ونشيل مثلا نقلل النشويات وما ناكلش حاجات مقليه، انما ان احنا نبطل سكر الموضوع بيبقى صعب قوي لان هو شبه الادمان. ده حقيقي. احنا دلوقتي في 2020 المفروض نعرف ان احنا لازم نبطل سكر او نقلله. احنا طول الوقت عصاير مانجا وبرتقان وفراوله وبطيخ، طول الوقت بنحب السكريات عموما، انا ما بتكلمش على السكر اللي هو معلقه ومعلقتين في الشاي طول اليوم، بتكلم ان احنا اصلا السكر موجود في حاجات كتير، موجود في النشويات، موجود في العصاير اللي احنا بنعملها، موجود في الحلويات والسكريات، فالسكر موجود كتير جدا. طيب نعمل ايه عشان هو انا هطلب منك دكتور نهاد نستعرض للمشاهدين، انه انا وصلني دلوقتي انه في ناس عماله بتطلب دلوقتي انه تشوف الصفحات عيوني. فاحنا عايزين نستعرض صفحات من تارجت فارما وصفحه خبيره التغذيه نهال حافظ. وعندنا صفحه الانستجرام من تارجت فارما، وعندنا الانستجرام وعندنا الارقام اللي بتظهر على الشاشه. أيوه. وعندنا برضو الواتساب طبعا. دي صفحتك دكتور نهال، هي الصفحه بتاعه دكتور نهال عشان لو عايزين تتواصلوا مع دكتور نهال حافظ على الصفحه على بتاعتها الصفحة اهو قدامكم في على الشاشه، الارقام اللي على الشاشه وعلى الواتساب. الواتساب بالرقم ده بتاعي. ايوه. اللي عاوز يتواصل معايا، وفي نفس الوقت عندنا الاستماره، وطبعا الفريق الطبي بيرد على كل الاستفسارات. وده حقيقي فعلا. انا وصلني على فكره من كتير ناس على فكره تواصلوا معي حتى على البيج عندي وقالوا لي انه انتوا اول ما بيراسلوكم فورا في فريق طبي مختص. احنا الفريق الطبي حتى احنا كنا الاسبوع اللي فات في مؤتمر التاسع للتغذيه الصحيه والعلاجيه، وكنا أوكي. حتى النهارده حبيت ان الحلقه بتاعتي تبقى عن السكر عشان دي من المواضيع اللي احنا ناقشناها في المؤتمر، اللي هو ايه بدائل السكر، والسكر البني احلى ولا السكر الابيض ولا السكر الفاكهه ولا السكر الدايت. هو السكر البني والابيض هما واحد. اوكي. الفرق بس ان السكر البني كسعرات واحد، انما السكر البني بيبقى فيه فيتامينات ومعادن. هو ده الفرق بينه وبين السكر الابيض. هو يمكن بيتعرض لمراحل تكرير اكتر فبينتج السكر الابيض. يعني صح؟ هو الاثنين كسعرات واحده، انما أوكي. السكر البني ميزته ان فيه فيتامينات ومعادن. بس هي أوكي. دي الفرق بس كأضرار واحد. كأضرار واحد، السكر واحد في كل اضراره يعني. اوكي. نيجي للسكر الفاكهه اللي هو الفركتوز، جينا فتره كنا كلنا بنستعمل سكر فركتوز. هو السكر كفركتوز لو هاخد معلقه ومعلقتين في اليوم هو حلو جدا. الفكره بقى ان احنا الفركتوز بنتكلم بقى على معلقه ومعلقتين صغيرين ولا كبار؟ لا يعني صغيرين، احنا بنتكلم بقى ان الفركتوز أوكي. نفسه موجود في منتجات كتير. اوكي. يعني في الجيلي وحاجات كتير قوي مكتوب فيها سكر فركتوز. صحيح. فانا اذا بقيت اخده بمعدلات كبيره جدا. طب لما اخد سكر الفاكهه بمعدلات كبيره ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان احنا بنخزن دهون
رقم واحد، وان الفركتوز ده بيتحول في الكبد بناخد جزء منه والباقي بيتحول لكبد الدهني. وعشان كده بقت ناس كتير جدا في مصر تسمعي ان عندها دهون على الكبد، ده بسبب استخدام سكر فركتوز بكميات عاليه قوي. أوكي. انما لو انا باخد معلقه او معلقتين في اليوم ده مش مشكله. انما انا باخد فيه منتجات كتير جدا فيها سكر فركتوز، فبقى اذا بقى هو ضار. واحنا مش بناخد بالنا على فكره، كتير احيانا احنا بنشتري منتجات من غير ما نبص على الحاجات المكونات الموجوده في المنتج. هو اصلا السكر نفسه موجود في الفاكهه، الفاكهه دي فيها سكر فركتوز، موجود في النشويات اللي بناكلها فيها سكر. يعني كل حاجه احنا بناخدها في حياتنا حتى لو من البيت موجود فيها سكر. بس هو يمكن لو بيكون في الفاكهه طبيعي بيفضل امن شويه من اني انا اخده. طبيعي هو امن بس الزياده عن الحد، ما هي دي بقى الفكره. في فواكه في الدايت بيبقى فيها سكر، انا ممكن اخد منها واحده. هل احنا لما في فاكهه يمكن ممنوعه في الدايت خالص؟ ممنوعه كتير قوي، يعني في فواكه كتير ممنوعه زي مثلا مانجا. فاكهه المانجا طبعا من الفواكه الممنوعه، الموز على فكره من الفواكه. ممكن ناخد موزية لكن فيها فوائد. فيها فوائد، بس على فكره هي المانجا والموز من الحاجات اللي ما فيهاش جلايسيميك اندكس، يعني ما فيهاش سكر كتير، مش بتعلي سكر الدم. بس فيها نشويات، يعني الموزه ما بتاخد موز كتير، اكنك خدتي رز ومكرونه. اوكي. والمانجا نفس الموضوع، المانجا والموز من الحاجات اللي فيهم كربوهيدرات كتير او نشويات كتير، فتعادل فهي ما بتعليش سكر الدم. بس ايه اللي بيعلي بقى سكر الدم جدا جدا جدا، وده ممكن ناس كتير قوي مش عارفه؟ البطيخ. والله البطيخ من الحاجات اللي في ناس بتوصفه لنفسها للدايت. لنفسها في الدايت. انا اخد شريحه ده اوكي، انما الجلايسيميك اندكس بتاع البطيخ، عشان كده مرضى السكر لما بياخدوا البطيخ هتلاقيهم تاني يوم على طول بيرفع عندهم سكر الدم. اوكي. عالي جدا جدا جدا. فالبطيخ والتمر من الحاجات اللي بترفع سكر الدم. طب ايه اخبار التين والعنب؟ حاجات التين والعنب برضو، بص احنا العنب والتين من الحاجات الممنوعه. أوكي. الفكره حتى الموز ممكن ناخده في الدايت مره واحده بس. احنا ما بناخدش موزيه في اليوم، احنا بناخد 3 4 موزات في اليوم. لو في ناس بتضربه اصلا كوكتيل نفس العنب. العنب شفتي حد بياخد عنبيه ولا بناخد طبق؟ لا طبعا. فهي دي الفكره، الفكره ان زياده الفاكهه بيبقى فيها سكر فركتوز، فالفركتوز ده بيتحول في الدهون، ان هي بيتحول جزء منه في الكبد بنستخدمه والجزء الثاني بيتحول لدهون الكبد. طيب ايه انواع بقى السكر اللي انا ممكن اقول ان ده سكر ممكن استخدمه كبديل للسكر العادي؟ اول حاجه اللي لازم يبقى السكر ما فيهوش مواد حافظه، يبقى ما فيهوش ماده الاسبرتام، ما فيهوش ماده السكرين. يبقى سكرين سبرتام مواد حافظه مش موجوده، انا ممكن استخدم السكر الدايت بديل للسكر العادي، بس برضو يبقى معلقتين ثلاثة بالكتير ما نكترش. تمام. وممكن من الانواع اللي انا بعمل لها هو تنصحي ايه المشاهدين اللي شايفينها دلوقتي؟ في ناس مثلا بتقول لك انا المشروبات الغازيه اكيد مليانه سكر. مليانه طبعا. طب اللي بيستبدلوها بالمشروبات الغازيه اللي هي بتكون ايه، لايت ودايت وزيرو؟ لا، كل حاجه دايت دي، كل حاجه دايت. ما هو بصي انت بتستخدميها في الاول، الدايت يعني ما فيهوش، المفروض ان هو ما فيهوش سكر. فلما بشربها المفروض ان هو زيرو كالوري، يعني ما فيهوش كالوريز. تمام. فانا دلوقتي بشرب حاجه بنفخ بيها معدتي والمخ، مش عارف ان في حاجه دخلت جسمه. مع الاستخدام الكتير الحاجات دي بتعمل خلل في هرمونات الليبتين، هرمونات الشبع. بتاخدي الحاجه وتعمل لك ما تعرفيش انت جعانه ولا شبعانه. ليه؟ لان اوريدي دي زيرو كالوري، ما فيهاش سكر، فبتدخل الجسم وبتملى المعده. ماشي. الحاجات المياه الغازيه بتملى المعده، وانت مخك مش مستوعب ان في حاجه دخلت. فمع الاستخدام الكتير المخ بيبدا يحصل له بيحصل خلل في الهرمونات، في هرمون الليبتين. فانا ما بنصحش اي حد باي حاجه زيرو كالوري ولا زيرو ما فيهاش سكر او وذاوت شوجر او نو شوجر. وحتى الحاجات الخالي من الدسم او خالي من كل الكلام ده ليها تاثير سلبي على الجسم. خالي من الدسم، الحاجات اللي خاليه من الدهون دي بتبقى فيها سكر. فانا شلت الدهون اللي هي اصلا ممكن تتخني بس، وحطيت السكر اللي بيعمل خلل بعد كده في اجهزه الجسم وبيعمل يعني تخني ويعمل على فكره السكر. السكر بيتحول، الجلوكوز عموما اللي في الدم بيتحول ايه، بيخزن دهون. الزياده من السكر بتخزن دهون وبتقلل حرق الدهون القديمه. وزياده السكر الفركتوز، ما هو بيتحول لجلوكوز وفركتوز. الفركتوز بيحصل فيه ايه؟ الفركتوز بيعمل خلل في هرمون الليبتين بعد فتره. فانا كده عملت خلل في الهرمونات اللي هو الاحساس بالشبع، عملت فيه خلل، وعملت ان انا خزنت دهون وقللت حرق الدهون القديمه. غير بقى ان السكر نفسه من الحاجات اللي اصلا بتاثر على البشره. لا هينفع بقى
البشرتك دي لا هينفع لها شمس ولا ميك اب ولا بوتكس ولا كل الكلام ده مش هينفع. انا بعرف حتى فتره بيكون هو بيكسر الكولاجين عندهم فتره بيظهر احيانا حب الشباب بيتمنعوا عن الحاجات اللي فيها سكريات. ليه بقى؟ لان السكر الزياده بيعمل حبوب اللي هي لونها ابيض. طب انا هعمل ايه؟ انا هبطل سكر خالص؟ لا انا مش هبطل سكر، يعني انا هقلل بس المشروبات او الحاجات اللي فيها سكريات وهستبدل السكر الابيض بالسكر اللي هو الدايت. وانا ريكومنديشن او من الانواع اللي انا بحبها جدا اللي هو السويت لاين، نوع اسمه السويت لاين، احنا حتى بنحطه مع كورس الانسيليوم. دي من الانواع اللي انا بحبها جدا، انا خاليه من المواد الحافظه، خاليه من الاسبرتام، خاليه من السكرين. فده انا من الحاجات اللي انا برشحها جدا ان انا استبدل السكر الابيض بالسكر الدايت، واقلل بلاش اشرب عصاير تمام فاكهه خالص. يعني دكتور نهايه السكر الدايت لما نيجي نشتريه احنا لازم نبص على المكونات بتاعته تركيبه، واهم حاجه ما يكونش فيه ايه؟ اسبرتام. اسبرتام ما يكونش فيه، ما يكونش فيه مواد حافظه وما يكونش فيه اللي هي السكرين. اوكي تمام. الحاجات دي يعني المفروض ان هي ما تبقاش فيها المواد دي، فيها اضرار. فيها اضرار. وحاجه كمان عاوز اقولها برضو، السكر الدايت ما استخدمهوش بكميات كبيره. كمان السكر طب الدايت اللي بتعمل بيه الحلويات اللي بتعمل ما هو بقى دي مستر بقى السكر الدايت اللي عندنا هو مش بيمرر. أوكي. ان هو طعمه مسكر فهيحسسك بالاحساس اللي انت عاوزه تحسيه، ولما بتحطيه على حلويات مش بيمررها. على فكره دي حاجه مهمه فكرة قوي. وعلى فكره استعمال السكر دايت بيكون يعني كميات قليله عن يعني مثلا لو احتجت مثلا كوبايه مثلا من السكر ده حقيقي عشان تحلي الكيكه، السكر الدايت ممكن ياخد معلقتين كبار. فانت هتقللي دلوقتي سعرات وهتقللي استخدام السكر بتاعك وهتاخدي حاجه مسكره وهيديك الاحساس بالحاجه المسكره. طب هو امن للاطفال يعني؟ ممكن هو امن لجميع، لان هو في الاخر سكر هو حاجه طبيعيه. تمام. بس هي بتبقى سعراتها اقل من السكر العادي. تمام. وحلو ان انت تعملي بيه حلويات، فكده الاطفال مش هيحسوا، هتقدري بقى تسحبي منهم الاحساس بتاع اللي هو السكر الابيض بالسكر الدايت. ده مجرد مرحله انتقاليه عشان نقلل السكر. حتى اولادنا احنا ممكن انت ولادك بيكونوا عجينه في ايدك، انت ممكن تشكيلهم زي ما انت عايزه، فما تعوديهمش من صغرهم ياخدوا حاجات مسكره كتير. ده كمان عاوز اقول لك بقى على ميزه، ان كمان الياف الانسيليوم بيبقى فيها سكرالوز بنسب معينه، فكده انت بتاخدي برضو لما بتشربيه بتحس ان هو في سكر سعراته يعني سعراته اقل من العادي. فانت كده بتاخدي حاجه مش يعني الالياف لما بتشربيها زي العصير، بتشربي عصير مفهوش سعرات بيحسسك بالشبع، في سكر نوعا ما بنسب بسيطه قوي، فما تحسيش ان هو مرر. فبتقدري حتى عشان كده هو مناسب للاطفال. ليه؟ هو حاجه ما فيهاش اي سايد افكت، ما فيهاش اي حاجه كيميكال. في نفس الوقت الاطفال بيحبوها. انا في الاخر في الاول اكنه عصير، انت بتحطيه على نص كوبايه ميه، هي فايبرز الياف بيشربها، بيعوض جسمه عن المعادن والفيتامينات اللي محتاجها، بيعوض جسمه عن الالياف. في اطفال كتير ما بيحبوش ياكلوا يعني ما بيحبوش السلطه وما بيحبوش الخضار، فانت كده بتعوضيه عن الالياف اللي محتاجها. وفي الاخر بتخس، يعني انت بديكي حاجه بتخسسك، بتعوضك عن الالياف، بتعوضك عن الفيتامينات المعادن. يعني هو طعمها مش حلو. بس انه امن، هو مفيد. يعني مفيد بتدي جدا. حاجه مفيده. وكمان عاوز اتكلم في حاجه قوي كنا اتكلمنا عنها في المؤتمر اللي احنا كنا فيه بتاع التغذيه الصحيه والعلاجيه، موضوع ان الالياف اللي هي السيليوم هاسك او قشور السيليوم ممكن نجيبها من عند العطار. يا جماعه معلش، انت دلوقتي عاوزه تخسي، العطار مش مكان اروح اخد منه وصفات اخس بيها، وصفات ادخلها جسمي. هو حلو جدا في التوابل، انما ما ينفعش اروح اخد قشور السيليوم من عنده. ليه؟ اول حاجه لان هي ما فيهاش ماده فعاله، يعني مش هتحسسك بالشبع، مش هتخليكي تبقي حاسه بالاحساس اللي هو تخسي 2 3 كيلو. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان في نباتات زي قشور السيليوم وزي المورينجا من الحاجات اللي النبته نفسها مفيده بس الجذور بتاعتها سامه. في نباتات كتير جذورها سامه، فاحنا دلوقتي انت مش عارفه كان عند العطار دي انت واخده الجذر ولا النبات ولا ولا الورقه. صحيح. يعني ولا الورقه بتاعتها. فالمورينجا من الحاجات اللي جذورها سامه، فانت ما عندكيش العطار يعني الديسكريبشن او الوصف بتاعه ما عندوش اي رقابه، وحتى هو ممكن كمان هو نفسه مش عارف فانت مش عارفك ان ده تحت يعني مرخص من وزاره الصحه ولا ايش، عارفك ان الماده دي هي النبات او القشور اللي انا عاوزاها. كمان انا بقول لك قشور مش بذور، لان بذور القشور السليم غير بذور السليم. فالعطار ازاي اللي هيدخل يعني ازاي هيعمل التكنيك بتاع ان هو المكنه اللي عنده اللي هو هيفصل القشور عن البذور دي، هتبقى بالنسبه له صعبه، ما عندهوش التقنيات دي.
احنا التقنيه دي بنوديها في اكبر مصانع في مصر والشرق الاوسط، اللي هو مصنع بريمير من المصانع اللي انا بحترمها جدا، والمصانع اللي هي عندها شهاده الجوده وكمان في هيئه سلامه الغذاء. معلومات دي هايله جدا دكتور نهال، وبتطمن اي حد. يعني بص دكتور نهال لما تتكلم على مصنع محترم، على شركات محترمه بتنتج الاناسيليوم، فانا لازم لما ارشح حاجه او اعمل ريكومنديشن لحاجه لازم اعرف انا جايباها منين، مرخصه وزاره الصحه ولا لا، المصنع نفسه واخد شهاده الجوده ولا لا، واخد شهاده الايزو ولا لا، داخل في هيئه سلامه الغذاء ولا لا. فكل الكلام ده لازم تحت اشراف طبي، ما ينفعش ان انا اروح اجيب، لازم اجيب من مصدر موثوق. فاحنا كشركه اون تارجت فارما او منظومه اون تارجت فارما بالنسبه لالياف الاناسيليوم هي مرخصه وزاره الصحه، بيبقى في خبراء تغذيه علاجيه هم اللي بيتابعوا معاكي، هو كمان بيتابعوا معاكي النظام الغذائي المناسب ليكي. كل ده مهم جدا ان انا عشان اخس، وانا عاوز اخس عشان اخس بشكل صحي وامن، صح ولا لا؟ انتوا مش بتتعاملوا معاه على انه حد جاي يشتري منتج، بتتعاملوا معاه على انه هو حد خلاص هتتولوه لغايه ما يخس. وكمان انا عاوز اخس ليه؟ عشان ما يحصليش امراض، عشان السمنة بوابه الامراض كتير، فلازم اروح مكان صح اخس فيه. صحيح. لازم اخس بشكل صحي، مش مهم اخس. يعني انا بستغرب جدا لما بيقولوا وصفه طبيعيه تخسس 15 20 كيلو، لا، انا لازم اخس بشكل امن وصحي، لازم اخس مع فريق طبي، مع خبراء تغذيه علاجيه، مع منظومه فاهمه يعني ايه تخسيس اونلاين، تديني منتج مرخص من وزاره الصحه، تتابع معايا بنظام غذائي مناسب ليا. حتى احنا بدائل، يعني حتى احنا المورينجا عامله لكم مورينجا عشان عارفين ان المورينجا فيها مالتي فيتامينز، سكر دايت، جايبين سكر دايت نوعه كويس جدا، امن جدا على الصحه، ملهوش اي سايد افكت، حلو جدا انك تعملي بيه المعجنات او السكريات. فده مهم جدا ان احنا بنبدل لك النظام بتاعك، ده كله تحت اشراف صحي. يعني انتوا حتى لما في حد هيعمل وصفه انتوا بتساعدوه، حتى يعني بيكون تحت اشرافكم ازاي تاكلي، ازاي تعملي. حتى بنعمل لك وصفات الدايت اللي مع كورس الاناسيليوم. هي الفكره ان اي حد بيجي لك بيبقى عنده مشكلتين، مشكله شهيه ومشكله حرق. مشكله الشهيه حليناها بالسيليوم هاسك اللي موجود في الياف الاناسيليوم. مشكله الحرق، احنا محتاجين الحرق، محتاجين مواد فعاله زي ال كرانتين تحرق الدهون. فانا بديكي كورس سواء الاناسيليوم، كورس الاناسيليوم او كورس مكثف على حسب الحاله الصحيه بتاعتك. طب انا بحب السكريات، بديكي سكر دايت. طب انا بحب اشرب حاجات سكر. نعمل ايه حلاوه المول يا دكتور نهال؟ تنصحيهم ايه؟ احنا دلوقتي داخلين على موسم كله سكر. بصي انا مش هقدر طبعا اقول لحد ما تاكلش، ان انت عارفه احنا بنموت في الحلويات، بنموت في الاكل، بنموت في المناسبات. بس ناخد واحده، بلاش انا اقعد على طبق حلاوه المولد اخلص الصينيه اللي انا قاعده عليه. صحيح. اخد واحده او اتنين بالكتير، لان سعراتها عاليه جدا. ايوه طيب، يعني انت المرضى اللي عندك وده حقيقه، او مش حقيقه، المرضى اللي بيتابعوا معاكي عايزين يخسوا في الموسم ده، انت بتدي لهم الفرصه او يعني المساحه ده ويبقى ده اليوم الفري بتاعهم. بديهم واحده، بقول لهم تمام مسموح لكم بواحده تاكلوها. أوكي. عشان ما احسسهمش ان هم محرومين من كل حاجه. ده حاجه جميله. بس اهم حاجه بقى ياخدوا الياف اناسيليوم والكبسولات الاناسيليوم بعد الفطار وقبل الغدا بساعتين. أوكي. عشان ايه؟ يعني نحاول ان احنا ناخد واحده والشهيه تبقى مقفوله بعد كده. انا عندي اعتقاد انه اصلا اللي بيبدا بمشوار ان هو بيخس، هو بيبدا مع الوقت بيبدا عنده التزام. ده يعني ما اعتقدش حد خس يقوم عنده نفس الطعم وياكل كتير. لا، انا كل البيشنت عندي عمالين يقولوا لي، يعني هم بصراحه معظمهم كلموني على الواتساب وقالوا لي دكتور انا ممكن اخد حلاوه المولد واحده واحده مسموح لي، عشان مش قادر. يعني هم حتى هم يعني مبسوطين ان هم خسوا 15 و20 30 كيلو، فمش عايزين يبوظوا. يعني هم يعني بيستاذنوا عشان واحده بس. ده قمه الالتزام. وده دليل ان هم على فكره، ما اجي بقول الدايت لما بيتعمل بمكان صح بيبقى في علاقه انسانيه وعلاقه ود كمان ما بين اللي بيتابع وما بين الدكتور اللي هو متابع مع الحاله. انا عايزه افكركم تاني كمان في الصفحات، علشان اي حد عايز يتواصل مع اون تارجت فارما وبتحبوا الفيسبوك او بتحبوا الانستجرام، الاثنين متوفرين. دي الصفحه اللي على الفيسبوك ودي دلوقتي اللي على الانستجرام. طبعا في صفحه اكيد كمان دكتور نهال حافظ، عشان لو عايزين تتواصلوا معاها مباشره كمان تقدروا تبعتوا لها الحاله بتاعتكم برساله او كومنتات. وما تنسوش كمان الواتساب، الواتساب بقى حل رائع جدا، كلنا بنتعامل بالواتساب، يعني فليكسبل جدا ومريح جدا. ابعتوا الحالة بتاعتكم اللي هو كعمر وطول ووزن، هم هيسألوكم وتتابعوا معاهم. والاستمارة اللي قالت عليها دكتور نهال طبعا، اللي فيها الهدايا اللي قلنا عليها، اللي ممكن تجيلكم لو مليتوا الاستمارة وبدأتوا تتابعوا معاهم إن شاء الله في النظام.
انا حابه اقول طبعا ان حلقه النهارده حلقه كانت غنيه جدا، كانت مليانه بالمعلومات، وده اللي اتعودنا عليه دايما معاكي دكتور نهال، فعلا معلومات كتيره جدا جدا. نورتينا النهارده في الحلقه بجد، وانا مبسوطه جدا بالمعلومات اللي استفدتها. والله كل سنه طيبه حبيبتي، ويا رب ان شاء الله تشرفينا دايما بحلقات وتنورينا على طول. حابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكالعاده اي وصفه اتعملت النهارده هتلاقوها على صفحتي على فيسبوك او انستجرام ويوتيوب كمان باسمي غفران كيالي عربي او انجلش، واشوفكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.